شوفوا الآن التعبير القرآني، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يعني عندما أنا أبدأ أتكلم كلمة مع الإنسان الآخر، أحاول أن أنقي الكلمات مثل ما بنقي الفاكهة، مثل ما نقي العدسات، مثل ما بنقي الرزات، مثل ما بنقي بلغلات. لأن إذا ما نقينا البلغل والعدس والرز يمكن تجي فد حجارة تكسر لك سنك، بس إذا ما نقيت كلماتك يمكن تجي حجارة تكسر لك راسك.